بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن البرق. البرق هو ظاهرة كونية معقدة جدا، ولم يكتشف العلماء أسرارها إلا في أواخر القرن العشرين، حيث وجدوا أن ومضة البرق لا تحدث إلا إذا نزل شعاع من الشحنات الكهربائية من الغيمة باتجاه الأرض، حيث يلتقي مع الشحنات المعكوسة على الأرض وتحدث شرارة البرق تنطلق رادعة باتجاه الغيمة، إذ نحن نرى الشعاع الراجع. والحقيقة العلمية تقول أن ومضة البرق تتألف من عدة أطوار، أهمها طور المرور وطور الرجوع، والزمن الذي تستغرقه هذه الومضة قريب جدا من زمن طرفة العين. العجيب أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحدث بدقة فائقة عن هذه الحقيقة، ولذلك فإن قوله في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ هذا الحديث رواه الإمام مسلم. والسؤال: ألا يمثل هذا الحديث معجزة تشهد على صدق النبي في هذا العصر؟ والله أعلم.